والنهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح معرض تراثنا للحرف اليدويه والمنتجات التراثيه. النهارده كان في 1500 عارض محلي، 1500 ايد شغاله، او خليني اقول 1500 مشروع مصري يدوي. كان في اجنحه تراثيه ويدويه من بعض الدول الشقيقه، ده اضافه الى نجاح معرض تراثنا، دول الامارات والاردن والسودان، كل الطاقه الكبيره، السوق اللي احنا شايفينها دي دي مشاركات لدول عربيه في مركز المعارض الدوليه في التجمع الخامس. المعرض يعد اكبر ملتقى للحرفيين، مش من اكبر، هو اكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدويه والتراثيه.